السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الغاليين، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ممكن تفكروا معايا كده، لو في واحد كان عليه دين لواحد تاني 500,000 جنيه، والتاني دوت راح وعمل قضية ورفع قضية عليه، والحكم قرب وخلاص بقى بكرة الحكم، فالتاني ده خايف مرعوب هيحصل ايه، يخش السجن، فبقى يجري على اصحابه ويجري على هنا وهنا، مش عايز حد يساعده، مش لاقي حد يساعده، وتعب لما يعني اليوم كله راح وهو مش لاقي اي حد يقف جنبه، مش فيش حد عايز يسلفه. ففي الاخر روح البيت مهموم تعبان مش قادر، لقى مراته بتعيط وابنه بيعيط وبنته بتعيط. ف مالك، ما زعلانين، ما تزعلوش، ده انا عارف ان ربنا هيحفظني، ربنا مش هيدخلني السجن، ما تقلقوش عليا. فبنته بصت له قالت له: بابا انا مش بعيط عشانك. لا، امال بتعيطي ليه؟ قالت له: اصل انا عندي امتحان بعد بكره ومش جاهزه ومش عارفه هعمل ايه، دي مشكله كبيره مش عارفه حصلت في الامتحان. فقال بص لابنه قال له: امال انت بتعيط ليه؟ فقال له: يا بابا انا اصل صاحبي اعز صديق عندي في بيني وبينه مشكله وحشه ومش عارف اتصرف ازاي، مش عايز يكلمني ومش عارف اعمل معاه ايه. قال: مراتي حبيبتي، طب انت بتعيطي ليه؟ عيالي ولادي بيعيطوا وحزنانين وانا زعلانه عشانهم. طب تفتكروا الراجل ده يعمل ايه لعيلته؟ عيلته اللي مش مهتمه بيه، كل همهم نفسهم. عارفين المثل ده زي ايه بالظبط يا اخوانا؟ المثل ده زي الاسلام واحنا مسلمين. اللي بيحصل حوالينا دلوقتي، الاسلام في بيتبهدل في كل مكان، سوريا بتتحرق بتولع، فلسطين محاصرة من كل جهة، في جميع أنحاء العالم كل بلاد المسلمين مشاكلها لا يعني حاجات رهيبة بتحصل حوالينا. الإسلام في ترايل، يعني مشاكل جامدة جدا، وإحنا كل همنا مشكلة عاطفية، مشكلة مادية. يعني يا جماعة، الممثلين والمغنيين عملوا في الإسلام اللي 7 حروب صليبية ما قدروش يعملوا في الإسلام. إحنا عملنا إيه؟ إيه اللي إحنا عملناه للإسلام؟ هو إحنا طلاب دنيا ولا آخرة؟ إحنا عايزين إيه؟ الدنيا دي ولا الآخرة؟ مثال برضو كده، زي واحد دخل على محل كباب كبير قوي، محل جميل جدا وغالي وكل حاجته حلوة، ودخل قال لهم: عايز طبق سلطة لو سمحتوا. بص له ازاي كده، ايه ده، عايز تيك اواي يعني؟ اديله يا عم سلطه عشان نخلص منه. طب واحد تاني بقى دخل وطلب عايز 2 كيلو كباب، 2 كيلو كباب وكيلو كفته، احلى ترابيزه احلى خدمه عليه، السلطات كمان هتيجي معاه، مش كده وبس، السلطه دي هتيجي كده جنب الكباب بالظبط. اهو اللي طالب السلطه ده طالب الدنيا، واللي دخل طلب الكباب ده اللي طالب الآخرة، بيجيله الدنيا معاها، بيجيله كل اللي هو عايزه عشان همه الآخرة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. قلقانين، قلقانين على المستقبل، قلقانين على الأرزاق. قلقانين ليه على الأرزاق؟ هو الأرزاق في إيد مين؟ مش الرزاق، الله سبحانه وتعالى. مستقبلنا مش في إيد الله سبحانه وتعالى. الله يعني إحنا بنصلي له واحنا اللي بنصوم له. ده انت لو صليت الفجر في جماعه بقيت في ذمه الله حتى تمسي، يعني 12 ساعه في حمايه ربنا. طب وليه نخليها 12 ساعه؟ ليه ما نخليش اليوم كله؟ ليه ما نخليش حياتنا في حمايه ربنا؟ ليه ما نعيش في كنف ربنا سبحانه وتعالى؟ ده هو القائل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا
لفتحنا عليهم من السماء بركات من السماء والأرض. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. تخاف ربنا يعني تأمن بيه وتخاف وتخافه تتقيه، هتحصل على بركات. ده مش رزق، مش أرزاق، ده بركات، يعني رزق مبارك يبرك عندك يقعد للأبد. مع المشكلة ان انت ممكن تجيلك الفلوس بس ممكن تروح منك الفلوس، المهم ان الفلوس دي تقعد، هي دي البركات. من السماء والأرض، بأسباب من السماء والأرض، تشتغل هتلاقي البركة، ما تقعد في البيت وتريح هتلاقي البركة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وعد من الله. ليه نخاف من المستقبل؟ ليه ما نعيش لما ربنا قال في القرآن هنالك الولاية لله الحق، نعيش في ولايته. الرجل لما اشتغل في الدعوة ربنا قال هنالك الولاية لله الحق، هو ده اللي هحميه عشان اشتغل في الدعوة، هم دول أولياء الله الصالحين. الدنيا يعني علشان تقرب، علشان تعبده، قرب لربنا وتعبد ربنا. دفعت ثمن الجنة؟ احنا جايين هنا ليه؟ دفعت نص ثمن الجنة؟ دفعنا ربع ثمن الجنة؟ دفعنا ايه ثمن الجنة؟ احنا مش جايين الدنيا دي عشان نعبد ربنا. يا جماعة احنا عاملين زي سبورة وعليها أسماء كتير، ملايين الأسماء، ويجي ملك الموت في لحظة بالبشاورة بتاعة الموت يمسح اسم. احنا مجرد أسماء محطوطة على السبورة دي، في أي لحظة هتروح. الحق نفسك، الحق نفسك، لازم نتغير، لازم نعامل ربنا، عشان ربنا لما بتعامله ويعاملك هو اللي بيديلك، مفيش حد هيعاملك زي ربنا. يعني أي إنسان هتعامله في الدنيا بيعاملك عشان ياخد منك، إلا الله سبحانه وتعالى بيعاملك عشان يديلك. الوحيد اللي بيعاملك عشان يديلك الله سبحانه وتعالى. طب النقطة المهمة يعني إن إحنا لازم نتغير، لازم نتغير. طب إيه أحسن وقت للتغيير؟ هو ده موضوعنا. رمضان، رمضان خلاص على وشك، بس اللي هيستنى لغاية ما رمضان يخش مش هيكسب رمضان. دلوقتي في المحاضرة اللي فاتت كنت بتكلم عن رجب، هو الشهر البذر عند العلماء وعند الصحابة، كان الشهر اللي تحط فيه البذور في الأرض. وبعدين شعبان شهر الروي ترويها، رمضان جني الثمار، تلم الثمار بتاعتك. شعبان هو ده الرواية. طب نروي ازاي؟ نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل عنه الناس، شعبان بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اختار الصيام لشهر شعبان. ليه اختار الصيام في شهر شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ما فيش زيه، ما فيش حاجة زي تعادل الصيام. أفضل حاجة تقرب بيها في النوافل بعد الفرائض لربنا صيام السنة. طيب صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عندما يفطر وفرحة حين يلقي ربه. نتكلم احنا على حين يلقي ربه، لأن احنا كلنا عارفين الفرحة اللي عندما نفطر، عندما نلقي ربنا. اسمعوا كم فرحة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه على النار 70 خريفا. وفي حديث تاني 100 سنة، 100 عام، يعني في يوم القيامة والناس تلفح وجوههم النار وانت النار ما تقدرش تقرب منك. يا فرحتك يوم القيامة بالصيام، بالصيام ده غير أفراح الميزان. الميزان لما صلى الله عليه وسلم قال كل عمل بني آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وبعدين الحديث النبوي، الوقت كل ده حديث نبوي، فجأة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني اتقلب بقى حديث قدسي. الرسول سكت والله الذي يتحدث سبحانه وتعالى. إلا الصوم
يعني الصوم ربنا هو اللي بيجازي عليه، يعني مش 700 ضعف، الله أعلم هو قد إيه ثوابه. دي الفرحة في هذا الوقت، الفرحة في العرض على الله. لما تنظر على يمينك فلا ترى إلا النار، تنظر على يسارك فلا ترى إلا النار، فتجد من خلفك يقول يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. الصيام جاي عشان يشفعك، يشفع عندك عند الله. دي فرحتك عند العرض على الله. كم فرحة للصائم؟ في فرحة كمان في القبر. حديث أبي هريرة، لما ملائكة العذاب تأتي من على يمينك بسبب السيئات، ويكون الصيام هناك قائلا ما قبلي مدخل، يا فرحتك، يا فرحتك بالصيام. لما نقرأ في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله وملائكته يصلون على النبي، يا بخت الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرون، يعني احنا كمان بيجي لنا الثواب ده واحنا بنسحر عشان نصوم، عشان ماشيين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام. الحق الحق صوم وغير من نفسك. صوم خلاص 3 أيام بيض، بكرة جمعة إن شاء الله أول يوم، صوم 2 وخميس لغاية ما يخلص شعبان، صوم اللي تقدر عليه، صوم يوم ويوم. أنا عارف إن في حد هيقول إذا بقى نصف من شعبان، ما ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصوموا. صحيح، لكن برضو في حديث لا تقدموا قبل رمضان بصوم يوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فيصله به. اعملها عندك روتين، صوم 2 وخميس للأبد، صوم الصيام السنة، مفيش أفضل منه. لازم نتغير، لازم نتغير. لو مش هنعرف نتغير في رمضان مش هنعرف نتغير أبدا. لازم يكون كلنا عندنا مشاكل مع ربنا، كل واحد مننا عنده مشكلة مع ربنا ونفسه يخلص منها. خلينا صرحاء، لازم لازم نغير من أنفسنا. احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا في الدنيا، وشايفين ان الآخرة شكلها قربت، هنتغير امتى؟ نحاول قيام الليل، نعمل قيام الليل دلوقتي. لازم نبقى أقوياء. لما هتستنى لغاية رمضان يخش وتبدأ تصوم وتبدأ تقف الليل، الأسبوع التاني هتنام في البيت، مش هتقدر. لازم الاستعداد ده، شعبان بوابة رمضان، مدخل رمضان اللي هو رمضان بوابة الجنة. يبقى أنت عشان توصل للجنة خش رمضان صح، عشان تكسب رمضان. لو انت فائز في شعبان هتفوز في رمضان. ويعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم تقبل مننا شعبان وتقبل مننا رمضان، اللهم أعيننا على الاستعداد على رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين فيه، اللهم أعيننا عليه، على صيامه وقيامه وختم القرآن وكل الأعمال الصالحة فيه، اللهم تقبلها منا يا رب، واجعل كل عمل لنا لمرضات وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.